لو سمحت. خير يا مجنون يا سنسونة، عايزة ايه تاني؟ مش عملتي الحوار مع شفيق خلاص؟ ايوه عملت الحوار، لكن شفيق ما طلعش في الصور خالص. نعم؟ يعني ايه ما طلعش في الصور؟ ازاي ما يطلعش في الصور من غير ما يقولي؟ انت هتهزر يا سمو؟ انا بتكلم بجد. طبعا بهزر، امال عايزين اقولك ايه؟ اكيد العيب في الكاميرا طبعا، ايه بيصلحيها بقى عن اذنك بقى عشان الحق التمرين. طب هو ساعد ياسمين في المسابقه بتاعت الحفله؟ ها هي ياسمين قالت لك ايه بالظبط؟ ما تجاوبش على السؤال بسؤال، اعترف انت مش عايز تقولي الحقيقه ليه يا عصام. عايزين اقول لك ان شفيق بيحقق امنيات عشان تفضحيني في مجله الحائط يا سنسونة. على مين ده؟ انا عصومي كده. متشكره متشكره قوي يا عصام، سلام. هو انا قلت لها حاجه عشان تزعل؟ نهارك سعيد يا أخي شفيق. قلت لي الظاهر إني تقلت في النوم ونمت 13 ثانية زيادة. برافو يا بروف، طلعت بروف بصحيح، هو ده الكلام. لا برافو حاف كده ما ينفعش، ما تفهمينيش غلط، قصدي تعزميني على غزل بنات تاني. ايه حاضر هيحصل، بس مش دلوقتي، فاضل خطوة صغيرة. وتطلع ايه الخطوة دي؟ نبوظ على شفيق امنيته التالتة، كفاية عليه قوي نقطتين نوروا لحد دلوقتي. انت عايزة تبعتيني لسنسونة؟ امرها سهلة قوي، سيبها عليا انا يا بروف. يعني كل اصحابي مش بيحبوني ومش بيقولوا لي اي حاجه عشان خايفين مني، خايفين ان انا انشر اللي بيقولوه في مجله الحائط. سنسونة ما بقاش ليها صحاب، سنسونة بقت بابا. سنسونة ما تقدرش تعيش من غير صحاب، حتى لو احتاجت انها تسيب حلمها وحبها الحقيقي الصحافه عشان خاطر صحابها. يا سنسونة. ايه ده؟ انت مين؟ انا عواطف صاحبتك. لكن انا ما اعرفكيش. مش مهم، المهم اني بقيت صاحبتك الوحيدة. عارفة ليه؟ لا مش عارفة ليه. لان انا الوحيدة اللي خايفة عليكي وعلى مستقبلك، مستقبلك في حب الصحافة والاعلام. صحابك الحقيقيين لازم يفكروا فيكي زي ما بيفكروا في نفسه. مظبوط، لكن الأسرار هي كنوز أي صحفي بيحب شغله. صحابك عرفوكي كده ولازم يفضلوا يحبوكي كده. لكن صحابي مش بيحبوني. مش مهم. إزاي يعني مش مهم؟ صحابك لو ما حبوكيش دلوقتي، في ملايين غيرهم هيحبوكي لما تبقي صحفية مهمة ومشهورة. تخيلي نفسك مذيعة توك شو، كل القنوات الفضائية بتجري وراكي عشان تعملي برنامج سنسونة شو. أو تخيلي نفسك رئيس التحرير مجلة سنسونة اللي بتتوزع في كل العالم. تخيلي معجبين وهم بيطلبوا توقيعاتك على الأوتوغراف، وتخيلي الحفلات المهمة اللي هتحضريها واللقاءات العظيمة اللي هتروحيها. الله حلو قوي اللي انت بتقوليه. انت قلتيلي اسمك ايه؟ مش مهم، المهم تفتكري اسم واحد بس، اسم سنسونة، ما تفكريش في أي حد تاني غير نفسك. يعني أعمل ايه يعني؟ انشري كل اللي تعرفيه وبلاش تهتمي بأي حاجة تانية. انت شايفة كده؟ طبعا يا سنسونة، يا أهم وأكبر صحفية في العالم. قالك اني نجحت في حفله المدرسه بمساعده شفيق. ومين اللي قالك ان شفيق ده بيحقق لي امنياتي حريقه؟ كله مكتوب في مجله الحائط النهارده، سنسونة هي اللي كاتبه الكلام. ازاي سنسونة تعمل كده؟ وعرفت منين؟ يعني ايه عرفت منين؟ هو كلامها صحيح ولا ايه؟ لا طبعا، انا محدش حقق لي امنياتي، امنياتي كلها انا حققتها بنفسي بمساعده شفيق. يعني نوعا ما، لكن ده مش موضوعنا. وهو اللي ساعدك على النجاح في المسابقه. اللي هيجنني هي جابت الكلام ده منين؟ هيكون منين يعني؟ اكيد من شفيق طبعا. ايوه لكن بالعقل كده يا كبر،
شفيق هيطلع أسرار صاحبه ليه؟ يمكن بحسن نية أفكر، جايز ما يعرفش إنها أسرار أصلا. نظرية برضو. لكن تفتكر إنه هيتطوع بإنه يقول لها الكلام ده منه لنفسه كده؟ لا طبعا، أكيد هي سألته. تصدق دي برضو نظرية؟ يعني تفتكر إنها مهتمة تعرف أسرار أصدقائها للدرجة دي؟ ليه لا؟ كل الصحفيين كده، البحث عن الأسرار هي مهمتهم. شكلك فاهم يا كبر. وتصدقوا بقى ان انتوا الاتنين عملتوا لي كلو في دماغي. بقولكوا ايه، روحوا تقابلوا في حتة تانية بعيد عن دماغي. يلا يلا. طب وانت بقى ناوي على ايه؟ هعرف منه كل حاجة. طب حاول تكلمه بشويش بشويش، انتوا في النهاية مهما كان صحاب برضو. حاضر، هحاول اكلمه بشويش، على شرط بقى انه ما يستفزنيش، واذا كان بقى قال لها كده فعلا لازم يعترف. طب وساعتها بقى هتعمل له ايه؟ مش هعمل له حاجة، بس ساعتها بقى هعرفه غلطه بالأدب. عن إذنكم. أنا ما قلتلهاش حاجة زي كده طبعا، إنما يعني. إنما إيه يا شفشق؟ يا بصراحة هي اتمنت أمنية وأنا ساعدتها على تحقيق الأمنية دي. بس أمنية؟ أيوة، ساعدتها تقرأ أفكار الناس عشان تبقى صحفية شاطرة. يبقى أنت اللي عملت فينا كده يا شفيق، أنت اللي كشفت أسرارنا قدام سانسونا. أنا كنت بحقق لها أمنية. والمؤشر ما نورش، لأنها استغلت الأمنية دي بطريقة غلط. مش مفروض أبدا إن حد يعرف أسرار حد من غير ما صاحب الأسرار دي يسمح له إنه يعرفها. يا 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 يعني نعمل إيه دلوقتي؟ اسحب 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 يا شفيق، اسحب منها القوة دي قبل ما تنشر أسرارنا أكتر من كده. حاضر، بسيطة، نستخدم طريقة اوعى اوعى، بس بالعكس اوعى. عصام، واضح ان عندنا مشكلة. مشكلة ايه تاني؟ كتاب الامنيات شكله اتسرق مني وانا نايم، ومن غير كتاب الامنيات ده انا مش هعرف احقق الامنيات ولا حتى اسحبها. اتسرق منك؟ اول مرة اشوف جني يتسرق. ومين بقى اللي سرقك؟ مفيش غيرهم، عواطف ونخلة. تاني عواطف ونخلة؟ عايزين يدمروني. انا كده خلاص مستقبلي ضاع يا عصام، ضاع ضاع للابد ضاع. يعني مفيش طريقة ترجع بيها الكتاب ده؟ ده كتاب نادر جدا من تأليف جدي، وبيتوزع على أفراد عيلتنا وبس، ومش ممكن عواطف ونخلة هيرجعوني. مش ممكن، ومش ممكن هنلاقيه في حتة تانية. مش ممكن مش ممكن. لحظة واحدة، أفتكر إني ممكن ألاقي حل. في خشي يا سانسونا، اتفضلي. حضرتك طلبت تستدعيني يا مس علي، في حاجة؟ أيوة، الأستاذ مرعاشلي من جريدة العالم جاي مخصوص علشان يقابل. يقابلني أنا؟ أيوة. في الحقيقة أنا مهتم بكل المواهب الصحفية من كل الأعمار، عامل كده زي كشاف الكرة اللي بيكتشف المواهب، وجاي عشان اكتشفك يا سانسونا يا عزيزتي. تكتشفني أنا؟ أيوة، وبقدم لك عرض للتدريب عندنا في الجريدة. أنا عايز أربي مواهب من سن المدرسة لحد ما يبقوا رؤساء تحرير. رئيس التحرير؟ أنا؟ أيوة، هنستغل الصحفيين الصغيرين اللي زيك وهنعصرهم وبعدين نرميهم، وإحنا وبس اللي هنستفيد، وإنتي هتفتكر إنك بتخدمي نفسك، لكن في الآخر هتخدمينا إحنا. إيه؟ مالك يا سانسونا، في ايه؟ لا مفيش. اظن ده عرض لا يمكن رفضه، مش كده؟ في الحقيقة انا مش عايزاه وبرفضه. عن اذنكم. هو انا قلت حاجة غلط؟ انتوا جيتوا للمكان الصح. معقول انت عندك نسخة من الكتاب يا عم عثمان؟ نسخة وحيدة قديمة ونادرة، اللي كتبها جدك شفيق يوش قبل ما تتنسخ. لازم نحافظ عليها، مش هتلاقي زيها تاني. ايه ده، انت جدك اسمه شفيق يوش؟ ما انت لازم تتسرق طبعا. وعموما شكرا يا عم عثمان. انا مش عارف اشكرك ازاي يا عم عثمان، ومسيري هعرف اوقف عواطف ونخلة عند حدهم. هيشوفوا هوقفهم عند حدهم. سانسونا، انت كنت في الكرتونة ولا ايه؟ انت كنت بتراقبينا ولا ايه؟ ايوه يا عصام، الصحفي الشاطر يعرف ازاي يلاقي المصدر بتاعه. يعني اتأكدت ان شفيق بيحقق امنيات وهتنشري الخبر ده طبعا؟ لا، مش هنشر حاجة، سرك في بير. معقول؟ انا مش عايزة اقرأ افكار حد ولا اعرف اسرار حد، في حاجات احسن اننا ما نعرفهاش. ومن ناحية تانية الصحفي لازم يتعب عشان يلاقي الاسرار، الحاجة السهلة ملهاش طعم. اعتبر دي امنية؟ ايوة يا استاذ شفيق، امنية سهلة وبسيطة. انت دلوقتي هترجعي البيت في لحظة،
والكتاب بيقول ان اول ما حقق لك الامنيه هتنسي كل حاجه عني وعنها. واحد اتنين تلاتة. اوعى. عملتها يا شفيق. ايوه، والشكر ليك يا عصومتي. وهكذا حقق شفيق أمنية سنسونة وأضاءت النقطة التالتة في المؤشر الخاص بي. وعاش الجميع في سعادة وهناء.